برج الحمل، نهارك حافل وعندك الكثير من الأمور اللي لازم تهتم فيها على الصعيد العائلي، وهالشي رح يخليك تأجل الكثير من الأمور المهنية. ما تعت الهم، لأن بالأيام اللي جاية رح يكون عندك الوقت إنه تخلصهم. برج الثور، عندك استعداد تتخانق مع الكل اليوم بسبب مشكل صار بينك وبين شخص كتير بتحبه. ما تربط الأمور ببعضها، وعرف كيف تفصل بين الناس وبمين تفش خلقك، لأن مش كل الناس بتحمل هالشي. برج الجوزاء، ما تعطي أهمية للكل وتحسس الكل إنك مهتم فيهم، لأن هالشي ممكن يسبب لك إحراج بعدين. بين مشاعرك الحقيقية للناس وما تكذب عليهم كرمال مصالحك الشخصية. برج السرطان، خليك متفائل بالخير واعطي حالك شوية وقت، القصص الحلوة بدها وقت، مش كل شي بيوصل لك بالهين، تذكر هالشي. أما على الصعيد العائلي فعم بتواجه الكثير من الضغط النفسي، حاول إنه تتحاشى هالشي بكل الطرق الممكنة. برج الأسد، عندك اندفاع كبير بكل شي بتعمله وبكل شي بتحكي، فكر منيح وما تكون متهور. بالشغل عم تتعاطف كتير مع زملائك، وقد ما فيك عم بتجرب تساعدهم. هيدي الخطوة كتير حلوة منك، بس انتبه انه تكون عم تعملها مع يلي بيستاهل. برج العذراء، ما تغير رأيك خاصة بالمواضيع اللي بتخص الشغل، القرار اللي أخدته بالأول هو الأنسب لهلأ، خليك مكفى وما تطلع أبداً لورا، وساق بحالك وفرج الكل إنك كنت وبعدك عقد المسؤولية وأكتر. برج الميزان، أفكار السوداء مرافقتك اليوم، حاول إنك تتخلص منها بأي طريقة ممكنة، يعني إذا حدا عزمك على مشروع ما تستعمل كبريائك وتقله لا، ظهر معه لأنك بحاجة كتير لهالشي. برج العقرب، عادي كتير يقطع نهارك بلا ما تعمل مشكل، ما تجرب تفتعله وتخلق الحجة من تحت الأرض كرماله، ريح راسك من هالمواضيع وكبر عقلك، ما في شي بيستاهل. الرياضة لازم تكون شي أساسي بنهارك، ما تهملها كأنها شي عادي، لأنك بحاجة إلها تترتاح وتروق أعصابك. برج الجدي، في شخص رح يفتح معك حديث طويل اليوم، ورح تحكوا عن أهم الأحداث اللي صارت معكم بالماضي، خاصة وقت الطفولة. يمكن هالأحاديث تكون سبب انزعاجك كل نهار، فإذا حسيت بهالشي طلب منه توقفوا حكي أو تحكوا بشي تاني ما بيزعجك. برج القوس، مبسوط من حالك كتير ومن كل شي حققته، بس ما تزعل إذا الناس ما انتبهت للمجهود الكبير اللي عملته، لأن كل شي رح ينردلك بالمستقبل بالوقت المناسب. رح تتلاقى بشخص كان قريب كتير منك بالماضي، كون شجاع تتواجهه وما تتهرب من إنه تحكي معه، بين إنك كنت وبعدك على حق ومش فرقاني معك شي، ما تكون أنت الضعيف. برج الدلو، ما تغير عاداتك كرمال شخص معين، منك مضطر أبداً لهالشي، لأن اللي بيحبك بده يحبك مثل ما أنت. تذكر إنه أنت تقبلته بكل سيئاته وحسناته، فهو مش ناقصه شي تيتقبل هالشي كمان. برج الحوت، مرتاح كتير وعم بتقضي اليوم يوم من أجمل أيام حياتك، استفيد قد ما بتقدر وما تنسى تاخد صور تذكارية لهاليوم مع يلي بتحبهم. إذا حسيت أنه ممكن يصير في مشكل بينك وبين الحبيب فتفاديه، وجرب غير الموضوع تتكفي النهار مثل ما بلشته.